يسعد لي صباحكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، نجدد اللقاء وياكم في برنامجكم برنامج وان تو عبر شاشة العدالة الاي تي في، وكل عام وانتم بخير. احنا في منتصف الليل تحديدا قلبة الساعة، بداية عام ميلادي جديد 2024، ان شاء الله يكون عام سعيد وعام مليء بالانجازات وعام يكتب لنا ولكم ان شاء الله كل خير فيه. دائما في بداية البرنامج نشكر أطياب المرشود على رعايته الكريمة، ونذكر دائما بأن هذا برنامجكم، ومن خلال هذا البرنامج ومحاوره بإمكانكم المتابعة وأيضا المشاركة في البرنامج. اليوم إن شاء الله وكالعادة نرحب برواد حلقة اليوم اللي راح يشاركونا محاورنا في هذه الأمسية الكروية الأوروبية. من اليمين راح نبتدي مع كابتن محمد سهيل، صبحك الله بالخير وحياك الله ويانا إن شاء الله. اليوم الحلقة بوجودك تكون مثرية، وأيضا نرحب من الجانب الآخر بالكابتن عبد العزيز الكوت، نصبح عليه بالخير وحيا الله حياك الله ويانا وأهلا وسهلا فيك. وأيضا كابتن عادل مشري نصبح عليه بالخير، راح يكون متواجد ويانا في الحلقة لتحليل المحاور الخاصة في حلقتنا لليوم. وكابتن مالك عدنان أيضا ويانا رابعنا ويكملنا دائما، راح يكون ويانا نصبح عليه بالخير وحياه الله معنا. عموما العنوان الأكبر لحلقتنا لليوم هي إحصاءات وأبرز وأجمل الأحداث الكروية كعادتنا نستذكر وياها أو نستذكركم فيها من خلال ما جاء في السنة الماضية. هذه هي متعة كرة القدم، بين شمعة تشعل من خلال بروز لاعب على المستوى الفردي، وأيضا هناك شمعة تنطفي على المستوى الفردي للاعب كان يعتبر أسطورة ثم ينتهي. هذا السؤال اللي ممكن أن نقدر نبتدي فيه محاورنا الخاصة تحديدا، ولكن بما أن التقرير ابتدى على المستوى الجماعي فكرة القدم هي على المستوى الجماعي. بعدنا نبتدي وياك السؤال الأول، هل تعتبر خماسية السيتي هي الأبرز 2023؟ أكيد بلا شك، يعني مانشستر سيتي يمكن من ناحية الفرق، أنا يعني صوت في جائزة الصحافة الدولية، صوتي ذهب لنادي مانشستر سيتي على أنه أفضل فريق العام في 2023، لأنه يستاهلون صراحة يعني على الأداء اللي قدموه، على الإنجازات، على البطولات. نادي يمكن أساسه من البداية قوي جدا، يعني هم تقريبا من انتقال ملكية في 2008 مانشستر سيتي ركز على الأكاديمية وخلى الأكاديمية يعني مؤشراتها جدا متطورة، يمكن تقدر أن تحتوي توصل ل 600 لاعب، يعني هم لاعبينهم في لاعبين استفادوا ممكن على مستوى النادي نفس ودن، وفي لاعبين أيضا انتشروا في أوروبا، يعني سانشو راح لدورتموند وتألق معاهم. الآن أنا كل لاعب أشوفه يتألق قبل غير كانت بعدنا، هل تو زادت يعني نعم 600 لاعب؟ شوف في السابق لا، ما كانت تحتوي يعني على عدد كبير من اللاعبين، ولكن الآن زاد عددها ل 600، وفي كل مرة يتم تطويرها بشكل كبير وتحتوي على لاعبين حوالي العالم. يعني حتى هذا حارس بيرلي جيمس ترافورد يعني انتقل لهم، وكان أول عقد احترافي له مع نادي مانشستر سيتي، ولكن الآن هو مع بيرلي ومتألق. انت قاعد تشوف حتى لافيا من مخرجات مانشستر سيتي، يعني الحين قمنا نشوف انديه في الدوري الانجليزي بالدرجه الممتازه توقع مع لاعبين باكاديميه مانشستر سيتي مع انه ما لعبوا في الفريق الاول، فهذا يدل على قيمه الاكاديميه. واستمر النجاح انه حتى اساسا في بدايه المشروع لما وقع مع ديفيد سيلفا، لما وقع مع اغويرو، لما وقع مع تيفز، حط اساس قوي. يا ترى طبعا وقع صار اساس قوي في نادي مانشستر سيتي وقدر يبني عليه لسنوات طويله. فيعني حتى المدربين اللي تواجدوا بالجريني مانشيني بغوارديولا ما وجد صعوبات انهم يحققون البطولات، فبالتالي يعني مو شيء مستغرب ان اليوم هو يحقق يعني 5 بطولات في سنه 2023، وانا اشوف انها مستحقه، وهذا دليل يعني على عملهم واجتهادهم. الكوت، اجمل خبر كروي في 2023 بالنسبه لك شنو هو؟ اجمل خبر كروي ب 2023 او اجمل لقطه كرويه حصلت بالنسبه ميسي اخذ البالندور. ميسي اخذ البالندور اللي واحده من الاشياء المهمه اللي ذكرناها بالتقرير. زين الكوت، انا قبل شوي قلت يعني سويتها كانه ميلاد، واحد يفتح شمعه واحد يطفي شمعه. عيد ميلاد بعدنان كل عام وانت كل عام وانت بخير، العمر كله واحد واحد ما شاء الله. ترى على فكره 2023 الله يزيدك ان شاء الله، الله يحفظك ويكثر من الـ 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 انا اقدر اقول من امثالك من الانجازات الطيبه اللي قاعد تسويها، لان الزواج انجاز
واللي قاعد تحصل عليه وانتقل بريطانيا ورجع كل شيء سوى 23 بعد نام وعيد ميلاده اليوم بس انا بذكر شغله المقصد باللي قاعد اقوله بانه هل يعتبر ميسي هو الانجاز الاخير او الشمعه الاخيره بالنسبه له حصوله على الذهبيه انا اعتقد الثامن. كاس العالم هو الانجاز الاخير انزين يعني بالنسبه لي انا اليوم كمتابع وكمحب لميسي انا اعتقد كاس العالم هو الانجاز الاخير اليوم هي متعة قاعد يقدمها اليوم يعني ماكو شيء مهم حتى البلندور بس كل صراحة يمكن أقل بلندور استأنست فيه يعني ما أذكر إني تابعت أصلاً ولا كنت مهتم نتيجته وكنت واثق إن ميسي بيفوز فيه أو حتى تو قبل تم طلع الثالث ما أدري شنو الجائزة يعني بس كل صراحة أنا عندي كأس العالم يعني هو المرحلة اللي خلاص اختمت مسيرة ميسي بالنسبة لي أنا كمحب وطلعتها طبعاً من أوروبا خلاص بكل تأكيد هي كل اليوم واقعيين والعمر وغيره أنا أعتقد هي مرحلة فقط للي يحبون ميسي يقدرون يتابعونه يقدرون يشوفون إنجازات إضافية لبطولات يا بطولة مع إنتر ميامي غير مو ما هي أرقام واحد يقدر يذكرها بكل أمانة أو يتفاخر فيها أو يقدر يذكرها مقارنة لأن أنا واقعيا نتكلم عن هذا الصورة ماضي خلاص حاضر مستقبل ننسى أي نعم لأن أنا أعتقد أوروبا هي المقياس خل يعني نكون لو ميسي هالموسم يحقق كل بطولات في إنتر ميامي وهداف الدوري الأمريكي وغيره خلاص مو انجاز اقدر اليوم اطلع واذكره واقوله هو بكل تاكيد يثبت انه لاعب كبير ويستمر ويحقق وشيء متوقع بالنسبه له هو او حتى كريستيانو او اللاعبين اللي قاعدين ينتقلون في الانديه اللي خارج اوروبا لكن انا اعتقد ان يعني ميسي ختم مشوار كره القدم بالنسبه لي شخصيا من بعد كاس العالم تمام كابتن عادل اهيك بمشروع كريستيانو رونالدو وانتقاله الى النصر السعودي والدوري السعودي يمكن هذه الجزئية تكلمنا فيها وتطرقنا فيها وايد ولكن اليوم ما عاد موضوع نقلة كريستيانو هي الخبر الأساسي كريستيانو باب فتح بيبان للنجوم ودخولهم إلى روشن السعودي شو رأيك؟ طبيعي أحد أهم الأمور أو من أهم الأمور اللي حدثت في 2023 أو في بداية 2023 هو انتقال كريستيانو رونالدو للدوري السعودي بغض النظر النادي النصر أو أي نادي آخر نعم. لأنه هو مثل ما أنت ذكرت فتح وأسس ومهد لمشروع الدوري السعودي ومشروع انتقال النجوم إلى الدوري السعودي خصوصا اللي شفناه في الانتقالات الصيفية وكذلك مثل ما قال عبد العزيز عن ميسي احنا نقول عن كريستيانو اللي لا يقل أسطورية عن ميسي في ما قدم خلال 15 سنة في الكرة الأوروبية ما يقوم فيه الآن هو للمتعة يعني احنا منتظرين من كريستيانو رونالدو إنجاز كبير احنا من انا من نفسي خلاص انا اعرف قيمه كريستيانو واعرف شنو حقق واعرف شنو هو بالتاريخ كل ما يقوم فيها الان هو جزء من متعه للجماهير اللي تحبه وتحب تتابعه وايضا هو جزء اساسي من مشروع الدوري السعودي اللي باذن الله يستكمل خلال السنوات القادمه ويتطور الى مرحله اعلى ويصل الى افضل الدوريات في العالم باذن الرحمن المدريديه ما كانوا مستانسين في هالسنه ايش رايك محمد طبيعي جدا يعني كل موسم ريال مدريد دائما ما يقاس على لقب كبير سواء دوري او دوري ابطال اوروبا ومستوى التنافس اللي حققه في دوري ابطال اوروبا ولكن اللي حصل في الموسم الماضي هو ان ريال خرج من دوري ابطال اوروبا امام السيتي اللي انا كنت اللي اعتقد ان اي فريق كان راح يواجه ريال مدريد راح ياخذ نفس اللي او راح ياخذ نفس المعاناة اللي عاناها ريال مدريد امام مانشستر سيتي وخساره الدوري بفارق امام برشلونه ولكن اذا تبي تقيس هي مرحله انتقاليه احنا في ريال مدريد في السنه الثانيه فيها فما تعتبر سنه سيئه اتكلم عن خذ ثلاث كؤوس بعد موسم حقق فيه لقب الدوري ودوري ابطال اوروبا فاذا بتقيسها بمجمل ما تقيسها على موسم واحد هو شيء ما هو سيء بالنسبه لريال مدريد والدليل على هذا الشيء كلنا عارفين بيريز انه إذا مدرب ما حقق لقب كبير تم إقالته ولكن هو شايف أنه بالمجمل أنشيلوتي وريال مدريد يعني خلال سنتين شيء جيد اللي قاعد يقدمونه والألقاب والنجاحات الرياضية قاعد يقدمونه أصلاً هي ما أقطع كلامك بخير الاستثناء أنك فزت على السيتي بالسنة اللي قبلها بصراحة هو استثناء يعني هو الصعب جداً حققته فصعب أنك تحققه سنتين مع لا لا أفضل لا فريق حالياً الفورمة اللي عاشه ما شاء السيتي في الموسم الماضي أي فريق كان راح يقابل السيتي كان راح يخسر بنفسه حتى في البعض ممكن قاعد يقول أن إنتر ميلان في النهائي كان لا إنتر ميلان حسبة النهائيات غير عن حسبة الذهاب والإياب هذه الفكرة لكن اذا انت تتعمق تعرف الاسباب اللي فشل فيها ريال مدريد مثلا في تحقيق الدوري او الارهاق اللي عانى منه
الموسم الماضي كان اصعب قرعه كؤوس مر فيها ريال مدريد بالسنوات الاخيره. اذا بتكلم في دوري ابطال اوروبا ليفربول تشيلسي سيتي او حتى في كاس ملك اسبانيا اللي حققه ريال مدريد في ريال اتلتيكو مدريد برشلونه في قبل النهائي والنهائي اوساسونا، فتكلم عن قرعه كؤوس دشت في مرحله الحسم او في اهم مرحله في الموسم اللي هي في شهر 2 3 مع كاس السوبر اللي حصل في السعوديه، فهذه امور كلها ارهقت الفريق. من الصعب جدا ان احقق لك الكؤوس كم بعد اني احقق لك الدوري او استمر في المنافسه على مستوى دوري ابطال اوروبا. في ظروف ما خدمت الريال في الموسم الماضي، ولكن تقيسها بالمجمل لا، يعني استكمال المرحله الانتقاليه ما اشوف انه شيء سيء اللي عاشه ريال مدريد في الموسم الماضي. انزين ايجابيا، سؤال اللي سالته الكوت فيه، اجمل لحظه كرويه عاشها محمد سهيل 2023؟ ما في شيء بارز. يمكن توقيع بلينغهام؟ لا ما في شيء بارز، يعني بالنسبه لي ماكو شيء بارز انه في شيء يعني واضح مميز. يعني ما في بصراحه ما. يمكن بس الحلقات اللي تطلع فيها معي لا يمكن خماسيه على ليفربول بعد الرباعيه اللي اعطونا اياها في 2000 و ها الخماسيه ردت الحين ما في ولا ليفربول يسولف بس خلاص. بس تسكرت السالفه، سكرت صفينا حساب. زين خلي صفينا حساب. على فكره المخرج حتى حاط لاينات حمر ما ادري ايش الف بهالسؤال. عادل، اجمل خبر لحظه كرويه بالنسبه حق عادل المشري ل 2023؟ صداره ليفربول في اخر يومين من السنه. هذا 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 افضل شيء. ماكو شيء مثل ما قال محمد. انا بدي اتكلم عن مانشستر سيتي. لا محمد تكلم عن نفسه وعن عن فريقه، انت ممكن يكون عندك. لا هو قال ما في شيء لامع بشكل عام. يعني انا لحد الان ما راح اتقبل موضوع السيتي الين تخلص ال 115 شارج اللي على السيتي. الى هذه اللحظه بعد ما يخلصون من المحكمه والقضايا والاتهامات اللي ضدهم، بعدها نقول ان انجاز السيتي مستحق وانجاز هذا، مع احترامي لكل جماهيره على عيني وراسي، والله ما هو تقليد، لكن لان في كثير من الملابسات اليوم اكيد لما يكون في فريق عنده بعض الامور. يعني شفنا ايفرتون من خطا واحد خصم على 10 نقاط، السيتي اللي خصم على 10 نقاط سنه طافت ارسنال ياخذ الدوري على سبيل المثال، والسنه اللي قبلها ليفربول ياخذ الدوري، والسنه اللي قبلها مانشستر مثلا ياخذ. فالشاهد من الكلام احنا مو ضد السيتي، بالعكس النموذج مالهم جدا مميز، النموذج عمليه استقطاب اللاعبين، الاكاديميات، كيف بنوا لهم قاعده داخل مدينه مانشستر سيتي، كيف ساعدوا المدارس وخلوا الطلبه الصغار يرتبطون في نادي مانشستر، ممتاز. العمليه الرياضيه اتكلم بعيد عن الامور اللي فيها مخالفات مثل قانونيه، خليك بالعمليه الرياضيه، استقرارهم على المدرب حتى لو فشل في تحقيق تشامبيونز ليج اكثر من سنه ممتاز، هذا يبين انهم عطوا مثل ما احنا نقول بالكويتي الخبز خبازه، عطوا الشغل للمدرب، على عكس مثلا باريس سان جيرمان، على عكس مثلا مانشستر يونايتد، تشوف المدرب ما قاعد ياخذ راحته، المدرب ما قاعد يبني الفريق اللي يبيه. هذه الامور كلها مميزه في مانشستر سيتي، بس هالنقطه خل تخلص شهر 4 قالوا تخلص القضايا اللي عليهم، بعدها نرجع ل الحين شهر 4 هذا يعني اخر حكم. هم قالوا هذا راح يقعدون الفريقين ويتفقون او يوصلون الى يعني شنو اللي على السيتي وشنو اللي ما على السيتي. ودي اسالك السؤال بس الاجابه واضحه اتوقع، لو قلت لك امنيه عادل كرويه 2024 انه بشهر اربع يخصمون النقاط. لا خليك انا انا ضد الخصم. انا ضد الخصم بنفس الموسم كذي النوايا تطلع على فكره. لا لا انا ضد انت طالما شنو تتمنى 2024 القريب الى الواقع، مو تتمنى وبعيد، القريب الى الواقع. قاعد افكر دوري المانشستراويه مرتاح، ما يعتبر ما يعتبر الدوري قريب الى الواقع بالنسبه لكم؟ لا. هذه اخر امنيه نتمناها، لان الامنيه الاولى واللي ما نفكر بغيرها والاخوان ان الله يفرج على اخواننا في غزه، اللهم امين، ويفرج على فلسطين وانه ينصرهم ان شاء الله. هذه الامنيه الاساسيه الحين. الواحد بالشهرين الماضيين ما يقدر يفكر بامنيات واحلام ويستانس ويفرح، صح. هذا الامر الاساسي، صح. لكن رياضياً. كمشجع لليفربول اتمنى ان ليفربول يحقق الدوري الانجليزي وبطوله اوروبا ان شاء الله. الله يسهل الامور. يعني اتمنى ان ليفربول يحقق الدوري، واذا ان شاء الله حققنا الدوري راح تكون استثنائيه، لان راح تعادل مانشستر يونايتد في
عدد المفروض طايفينهم يا رجل. هو المفروض طايفينهم صراحه ما استغلوا حرفيا من 2013 ما استغلوا الفتره هذه. ليفربول بالنسبه حق مالك جوارديولا كم بالمية قريب الى الدوري شباب؟ والله شوف بالمية بالمية حط 40% 40% 40% لان الحين بنص الموسم. طيب خلونا ناخذ اتصال من كندا واسال سؤال الامنيات للشباب اللي على يميني بس عشان خلي الناس تشتاق لهم من العصر هم يطلعون. محمد حياك الله. الو اهلا فيك. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخوي محمد. اول شيء تحياتي للجميع وبما انه سنه جديده حياك اتمنى الله. سنه جميله للجميع. امين يا رب. وصراحه ما عندي شيء بس حبيت اتصل واشكركم على جهودكم والمتعه اللي تقدمون لنا على مدار الساعه ونص يعني. الله يرحمه. شكرا شكرا محمد. شكرا هذا التسبيح. شكرا اخوي محمد. ارجع مره ثانيه امنيات الشباب على اليسار هو تحقيق الدوري ورغم ان النسبه المئويه اللي اعطانا اياها ابو عدنان فيها نوعا ما ادري يعني 40% ما اتوقع كافيه بانه ياخذ الدوري فيها. محمد شنو امنيتك في عام 2024 الكرويه؟ اكيد دوري ابطال يعني بالنسبه لي انا اكيد ان الريال حقق دوري ابطال اوروبا ولكن مرضيه سنه مرضيه ان الريال حقق الدوري الاثنين مثالية سنة مثالية على المستوى الرياضي يعني. هذه أمنية يعني ممكن يتحقق فأنت تتمنى؟ لا مالي طمعان ما نكت... أبي سنة يعني حلوة يعني. فالشامبيونز هي دوري. أمنية محمد زهيل كوت ميسي يكمل مع الأرجنتين ويحقق الكوبا. والله هذه أمنيتك صح. أي والله ودي ميسي ما يعتزل يعني يكمل بعد مع الأرجنتين لثلاث أربع سنين عشان نقدر نشوف ميسي أكثر يعني. شنو الخبر اللي تتمناه في 2024؟ خبر. وليس خبر تتمنى 2024 كرويا في شيء يعني اتمنى ليفربول يصير تعاقد كبير لليفربول في وسط الارتكاز بالاخص يعني ودي بشهر واحد مثلا ان ليفربول يتعاقد مع لاعب كبير على مستوى مثل؟ الارتكاز يعني ما يجيك لاعب كبير شهر واحد ما يجيك لا سهلت اليوم لما عندك لما عندك فلوس يعني وايد ممكن انا تصدق في لعب وايد ودي اني باكويته مثلا وايد ودي لاعب برازيلي وايد اتمنى اني اشوفه يكون بليفربول. سيتي سحبوا منه لان قضيه المراهنات ولا كانوا بياخذونه مانشستر سيتي يعني كان قرب منه. طيب خلونا ننتقل وياكم لفيديو وتقرير اخر خاص في جوائز الاتحاد الدولي ونتناقش عنه. إعلان الاتحاد الدولي للإحصاءات عن القائمة اللي شفناها قبل شوي احنا ناخذها بمختصر بتوب 3 من المركز الثالث ميسي المركز الثاني مبابي والمركز الأول هالند راح نتناقش في هذه الجزئية بس أخونا ماجد من السعودية معنا على الخط فضل أخوي ماجد وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كل عام وانتم بخير أولا انتم بخير وثاني شيء بوصل اخوي مالك عدنان. تفضل. هو ليش يعني مالك انت ليش معترض على جائزه افضل منتخب الارجنتين 2023 رغم انه هو المتصدر يعني بالتصنيف الفيفا وما في منتخبات 2023 حققت اي بطوله. سؤال ثاني. بالتصنيف الفيفا. نعم. وثاني شيء ابغى اقول لاي احد يعني يتهمنا ان مشجعين لميسي احنا مشجعين انا مشجع للارجنتين انا شخصيا نعم. في 92 كان رقم 10 اورتيغا فاللي هو يتهمنا ان مشجعين لميسي هو مشجع لمارادونا يعني وما المشكله انه ما لحق حتى ما كان منقول الدوري الايطالي عشان يحكم على مارادونا اللي يسمع يقول انه يتابعه كل اسبوع. شكرا يا ماجد يعطيك العافيه. تسمح لي عبد الله بس رد ردع مباشر اي رد مباشر يعني بخصوص 2023 السنه هذه يمكن من ناحيه المنتخبات ما كان فيها الاستحقاقات الكبيره اللي انا ممكن ابني عليها التطلعات. الشغله الثانيه تصدر تصنيف الفيفا بالنسبه للمنتخب الارجنتيني على هالاساس ممكن انا اعطي بلجيكا سنتين ورا بعض ان تكون فريق العام
ولكن ماستر سيتي لما يحقق لي بطولات 5 بطولات في سنة واحدة هني أنا لا يمكننا أمسح هذه الإنجازات. لا لا بعد الخيارات المتاحة كانت السيتي الأرجنتين صح يعني نعم. فريق يعني السيتي كذلك ترى هم محقق موسم مثالي جدا يعني الأرجنتين في هذه السنة ما حقق يمكن أوكي حقق انتصارات ما خسر يمكن بس إنه ما حقق الشيء اللي يقول لا هو فريق العام في هذه السنة. ولا خسر. خسر من أورجواي. من أورجواي 2-0 أعتقد. فمو الفريق اللي تقول هو فريق السنة هذه. 2022 ممكن. ولكن 2023 لا. السيتي على مستوى الرياضي هو أفضل فريق وكان ساحق يعني فارق كبير عن باقي الأندية. أفضل منتخب على المستوى. ما كان في استحقاقات كبيرة عن المنتخبات. يعني. هذا كلام ماجد هذا. لا ما كان كلها تصفيات مباريات تصفيات فقط. يعني ما كان في استحقاقات على مستوى الدولي فهذه سنه انديه منو افضل نادي عندك وكان الخيار قدام مالك انه نادي السيتي او منتخب الارجنتين او في انديه ثانيه ما ادري انا في بايرن ميونخ في انديه ثانيه بس منو افضل كان ابرز فريق كره قدم كان في سنه 23 مانشستر سيتي بس طيب. ندافع عن حسن الصراف خصوص انه يعني هو ما شاف مارادونا الدوري ما كان ينقل انا من وجهه نظري بالفتره هذيك الفتره اللي يعني خلينا نقول من 87 88 الى 92 يمكن الشباب اللي كانوا بذاك الوقت بالعمر هذا كانوا يتابعون الكره يمكن اكثر من الحين خلينا نفهم شنو قصدي لان ما كان في كثير من وسائل الترفيه مثلا بلاي ستيشن طلعات وهذا بذاك الوقت ما في فكان المباريات مثلا مارادونا اذا لعب في نابولي في مباراه اتوقع ان حسن الصراف في ذاك الوقت كان يشوف المباراه طول الاسبوع يشوفها اكثر من مره يعني مثلا احنا نشوف ليفربول مثلا يوم السبت شفناها مره بس ما تشوف خلاص ما نشوفها مره ثانيه نشوف ليش لان في مباريات وايد منقوله مباريات وايد منقوله فخلاص السبت شفنا ليفربول ثاني يوم نشوف انتر واي سي ميلان وبرشلونه ومدريد لكن هم في ذاك الوقت اذا هو يحب نابولي المباريات اللي تنقل اذكر تلفزيون الكويت مثلا اذا نقلت نابولي في الدوري ملخص الدوري الايطالي او الاشرطه اللي كانت تيجي في السابق تلقاه يشوفها 5-6-7 مرات في الاسبوع كل يوم يشوفه ويحاول يقلد هذا يعني شاهد ما احترام وجهه نظرك ما هو تقليل ولكن ما يصير نقول عن حسن الصراف مو متابع مارادونا عادل لا بالعكس في ذاك انا ما ذكر حسن علشان كذي انا لا ما ذكر حسن بغض النظر على التلميح انا ما ادري ممكن يقول لك والله اذا كان يقصد حسن اذا كان يقصد حسن لانه حسن المثال اكثر واحد يتكلم عن مارادونا هني بال إذا كان يقصد حسن فأنا متأكد أن حسن كان يتابع طيب. أغلب مباريات على الفكرة الرئيسية والأساسية بالترتيب اللي أنتوا شفتوه قبل شوي بأن خلنا نأخذ هالند بالتوب 1 عادل ما راح أروح بعيد عنك هل واقعية ومنطقية بأن هالند يستحقها؟ أنا ما أشوف أن هالند أفضل لاعب في نعم هو الهداف هو سجل كثير من الأهداف نعم لكن أهم مباريات الموسم الماضي شنو تقصد؟ أقصد إن في لاعبين في فريق أفضل منه أنا دي بروين ورودري أفضل منه أنا بالنسبة لي أفضل لاعب في مانشستر سيتي هو رودري وهو أفضل لاعب الموسم الماضي وهو المفروض من وجهة نظري مع احترامي لكل وجهات النظر مو بالضرورة الواحد دائما يتفق مع الرأي العام من وجهة نظري رودري هو المفروض يكون بين الثلاثة مو هالند هالند نعم هداف كسر رقم بالدوري الإنجليزي على عين وراسي لكن أنا أشوف رودري هو اللاعب الأفضل في السيتي فلو تكلمنا ان افضل فريق في سنه 2023 هو السيتي فافضل لاعب موجود من السيتي فهو رودري هذا في نقطه يعني. في نقطه انا ملاحظها حتى في الجوائز الفرديه اللي توزع اليوم مثلا اللي طالع كره القدم من زاويه فنيه ممكن راح يتفق معك ترى رودي بروين ثم هالاند لكن لو بتطالع كره القدم من جانب الالهام والتاثير لو تجيب اليوم طفل تقول له رودري ولا هالاند راح يختار هالاند صح اتفق وياك اختار الهداف هم راح يميلون للجانب هذا دائما منو الشخص اللي ممكن يكون ملهم للاطفال ملهم للاعبين من الناشئين المراحل السنيه هالاند مو رودري اليوم هالاند هو مع ان رودري هو افضل من هالاند في السيتي دي بروين افضل من هالاند في السيتي ولكن انا اشوف احس ان الجوائز الفرديه احيانا تميل لهذا الجانب ان منو اللاعب اللي يكون له تاثير طبعا للتاثير الهام في كره القدم يكون هو المصنف مثلا الافضل بالفريق انا بس علشان بعد اوضح علشان الاخوه المتابعين عشان يفهم الطريقه اللي افكر فيها اليوم انا مثلا لو امبابي كان افضل لاعب ما عندي مشكله لان امبابي مو بس هداف يعني انا اعترضت في ذاك الوقت على ليفندوفسكي نفس ممكن عبد العزيز رايه نفس رايي ليفندوفسكي بس هداف كان بذاك الوقت مع بايرن لكن انا من وجهه نظري اللاعب لازم يكون عنده كرياتيفيتي اكثر
من انه يكون بس هداف. يعني لازم يكون عنده عنصر. لا لا يعني لا تستهين بموضوع الهداف، لان البعض لا يقول لا لك بان وجود هالاند هو اللي حقق فيه الشامبيونز، هو اللاعبين اللي انت قاعد تذكرهم هو اضافه موجودين. اضافه هم كانوا موجودين، وين البطولات انا ذاك؟ بوجود هالاند اصبحت البطولات موجوده، فمعناته تاثير اللاعب اللي انتم قاعد تحللون الجائزه راحت شلون وباي طريقه واقعيه. انا ما بي اسطح الموضوع من وجهه نظري. يعني اذا بقول هالاند بقول لك كان دور الثمانيه، دور الاربعه، دور النهائي كان اسوء لاعب بالفريق في 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 السيتي. المباريات المهمه السنه الماضيه مثلا مع ليفربول ما سجل وكان مختفي من المباراه. اللاعب يعني اضافه لاعب او لاعبين هي تفاصيل. احنا ندري السيتي بيحقق الشامبيونز هالسنه، السنه اللي بعدها مع هالاند من غير هالاند بيحقق الشامبيونز. انا ما قاعد اقلل من هالاند، هالاند لاعب مميز، هداف، واحد من اهم اللاعبين في السيتي لا شك في ذلك. اذا ينحط من التوب 5 ولا التوب 10 ما عندي مشكله، بس انا عندي مشكله انه هو مو اهم لاعب فريقه. اهم لاعب فريقه هو رودري. هو مو تقليل من هالاند، من هالاند كثر ما هو تقدير لمجهود رودري. بعدنان هذه الشغلات او هذه تحديدا الاحصاءات هذه ايش كثر لها تاثير في عالم كره القدم؟ يعني شوف من ناحيه عالم الاحصائيات، يعني انت لما تتكلم عن هالاند ان تقول انه هو محطم الرقم القياسي في الدوري الانجليزي كهداف، هذه اكيد تعطيه دفعه معنويه كبيره. لذلك شفنا احنا يمكن الصحفيين اللاعبين السابقين كلهم كان تصويتهم من صالح هالاند، فبالتالي هذا معطيه افضليه. ايضا من ناحيه الاحصائيات يمكن ما تخدم رودري، يعني رودري يمكن من ناحيه الاحصائيات انت تشوف اهدافه ثمينه، يعني هدف مثلا في نهائي دوري ابطال اوروبا هذا هدف جدا ثمين يعطي دفعه معنويه كبيره، ولكن بالنهايه الناس راح ترجع للارقام. يعني حتى اليوم في الدوري الانجليزي لما اقول لك من افضل لاعب، انا مره سالت سؤال من افضل لاعب، الناس ما اتفقت على لاعب، مع انه ممكن احنا نشوف ديكلان رايس قد يكون هو الافضل، ولكن بسبب ان الناس تميل حق الخيارات الهجوميه اكثر. وايضا رودري يعني يمكن في تصريح له او فيديو كان منتشر في جائزة بلندور، قالوا له منو ترشح ياخذ الكره الذهبيه؟ قال اسف يا هالند لكن ارشح ميسي. هو اللاعب من نفسه ما قاعد يرشح نفسه انه هو يكون مثلا افضل لاعب في العالم. فان دايك سابقا لما كان مترشح مع ميسي ما كان يرشح نفسه. فايضا المواضيع الاعلاميه، موضوع اللاعب وتقييم النفس، احيانا في لاعب ما يميل بشكل كبير للمواضيع الجوائز الفرديه، يعني هو يهمه مثلا انجازات الجماعيه، فيمكن رودري، فان دايك وغيرهم ما يميلوا لهذا الشيء. في المقابل هالند الارقام عززت حضوره، وانه قبل لا يحضر ما كان حق دوري الابطال، لكن لما تواجد حق دوري الابطال فالناس ربطتها في هالند، مع انهم اصلا في نهائي تشيلسي ما لعبوا بمحور، ما كان موجود رودري وكان ممكن يتغير ويحققون البطوله. تمام. على هذه الجزئيه تحديدا كريستيانو رونالدو علق عليها عن طريق اكاونته في الانستغرام ببوست معين، راح نشوف هذا البوست وناقشه وشنو يقصد ما بين السطور بعد الفاصل. صباح عليكم مرة أخرى في حلقتنا لليوم 1/1/2024. دشينا داشين من أول حلقة. ما كنت معاكم سامع. يا متأخرة ساعة. يا متأخرة ساعة. فينا مو مركز هاليومين. ما أدري إيش. كثير وايد مع مدريد وتابات ودنيا. بما أن إحنا قاعد نتناقش بموضوع الاتحاد الدولي وإحصاءاته والتوب 3 أو عن طريق التوب اللي إحنا ذكرناه يمكن من مركز 10 وأنت نازل، خلونا نشوف مع بعض بوست نزله كريستيانو رونالدو اللي سوى لغط كبير في عالم السوشيال ميديا عن طريق هذا التعليق الخاص بكريستيانو رونالدو. علق بطريقة مضحكة في الانستغرام بأن الترتيب النهائي للجائزة وأنه هو مو مذكور في الموضوع تحديدا. محمد أبي تعليقك. لا هو كنا العاشر أو هو العاشر أو 11. إيه 11. إيه لأن قلنا من العاشر هو مو موجود. موجود. فحط سمايل فيس او انه مو سمايل، يا ريت سمايل فيس، الوجه الضاحك بزياده وكانه سخريه على الموضوع. هو صراحه يعني رده فعل، هي رده فعل ناس كثيره اللي يمكن المحبين كريستيانو رونالدو. اليوم من حقه انه يعرف شنو سبب عدم تواجده، دام هو الاتحاد الدولي للاحصاء والارقام، شنو عدم تواجد هداف العالم. ما يستحق. في شلون ما يستحق؟ ما زين شنو زين السؤال الثاني؟ السؤال الثاني شنو سبب تواجد ميسي في القائمة؟ ميسي لعب نص الموسم مع باريس سان جيرمان وحقق الدوري وحقق الكاس،
وصانع 16 جول ومسجل 16 جول. ما يعني ما اكثر واحد خليني اكمل لك مو بالتوب 3 يعني مو اللاعب اللي يتواجد بالتوب 3 خليني اكمل لك خليني اكمل لك انزين ومحقق اسف ومحقق الدوري والكاس بفرنسا واكثر لاعب مشارك بالاهداف بالدوري الفرنسي هو مبابي ومع منتخب الارجنتين افضل لاعب ولما راح في امريكا فريقه بامريكا هذا اتحاد دولي مو اتحاد اوروبي اتحاد دولي يعني كل دول العالم كل منه اللي قاعد يحقق ارقام عاليه يحق له يتواجد مو مساله انه يتواجد في باريس ولا مو في باريس كريستيانو هداف العالم غير متواجد في القائمه خلينا بالاهداف بالمقابل كريستيانو طلع ما ابي اقول شنو صار طلع من ريال من مانشستر بشهر واحد اول ست اشهر مع النصر ما كان زين النص الثاني صار زين عادل على هذا انت الحين قاعد تحسب لي نص موسم لميسي والنص الثاني ما تبي تحسبه لكريستيانو انت لا انت الحين تقول لي نص موسم لميسي مع باريس سان جيرمان كان زين وحقق كاس وجاب دوري وارقام زين النص الثاني ما سوى شيء بالمقابل شو اللي سوى هو ما وقف ميسي شو ما واقف اربع اشهر بالسنه وقف الحين لا واقف اربع اشهر بالسنه حتى بعد انتقاء بالصيف كان واقف وبعدها كمل شلون الصيف دوري امريكي شغال اي ما كان موجود هو متى راح متى على انتقاله لامريكا شهر 8 متى على انتقاله هو انتهى الموسم شهر 6 واحسب الشهرين منتخب ارجنتين الحين انا قاعد اكمل يكون من شهر 6 الى شهر 8 واقف هذه كل لاعبي العالم وقفوا من شهر 6 كريستيانو ما وقف شهر واحد وقف لانه لعب بطوله العربيه يعني شهر واحد بس وقف لعب بطوله عربيه وحققها ولعب ومع النصر كذلك بدايته وفي القسم الثاني بدايته هو الاتحاد الدولي يعني كل لاعب مشارك مو شرط انه شارك في اوروبا اليوم كريستيانو من حقه انه يستفسر شنو السبب عدم تواجد هداف العالم في القائمه هذه زين انا بقول لكم شيء سؤالي حق عادل ابي اسمع الاجابه منكم انتم الاثنين دام ان انتم دشيتوا في اختلاف في هذه الجزئيه السؤال الابرز والاهم خلك من المقارنه بين كريستيانو وميسي مو مقارنه إيه؟ انا قاعد اقول من الواقع هل واقعيا اني انا على المقارنه بان وجود ميسي بالقائمه كمركز ثالث وعدم وجود كريستيانو رونالدو بالقائمه من العشره يعني هذه ما هي منطقيه هو من حق انه يرد ابي اسمع اجابتك هذه بالنسبه لي انا ما هي منطقيه نتكلم انت اليوم منو اكثر لاعب سجل في العالم منو هداف العالم اتحاد الاحصاء والارقام منو هداف العالم منو راح ياخذ جائزه هداف العالم كريستيانو رونالدو شو مو موجود علي دائي كان هداف العالم ما يستحق يتواجد يستحق يتواجد دام انك قاعد احط ارقام زين عادل اسال نفس السؤال عندك انت جاوبني ونبي نقتنع من كلامك باللي انت قاعد تقول انت قاعد تقول لا ما بيبتعد انا سؤالي بان انت تقول ميسي لا يستحق على اللي سواه مع باريس سان جيرمان وموجود وحتى لما راح حق الدوري الامريكي سو انا المقصد انه اللي سواه ميسي بالكلام اللي قاعد تقوله يستحق المركز الثالث واللي سواه كريستيانو يستحق عدم وجوده من التوب 10 انا مو تركيزي على ميسي انا تركيزي على كريستيانو اوكي ركزني على كريستيانو تركيزي على كريستيانو أوكي. بعيد عن مقارنات لان كل ما نبي لو نقول لو ميسي مو موجود كان جمهور كريستيانو ما عندهم مشكله انا مو لا تكون منطقي مو هذه نقطتي لا تكون منطقي انا مو هذه نقطتي الجدل في ميسي عادل الجدل في ميسي خلنا عشان اوضح لك ليش حقق الدوري الفرنسي وحقق انا وياك اوكي هو لعب 14 5 بس انا الحين وياك الجدل ان شنو سبب تواجد ميسي وعدم تواجد كريستيانو رونالدو هذه الفكره اللي انت قاعد تقول لي كريستيانو مطرود من مانشستر لا ما يصير تقول مطرود من مانشستر مطرود هذا الصج بعد قص على مو فكره انه مطرود انا انطرد هالسنه السنه طافت بس مالي شغل راس السنه انا مالي شغل 31 12 وقع مع النصر انا مالي شغل خلاص سنه ثانيه هذه السنه انا الحين داش سنه ثانيه ما كنت مانشستر لانه يلعب هذه السنه ويوقع هذه السنه خله مطرود ان شاء الله ما ادري وين هذا العام انا الحين هذا السنه انا الحين احصائيات متى يفتح شباك انتقالات يا عادل انا الحين هو متوقع مع النصر عطني جواب متى يفتح شباك انتقالات شهر واحد 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 ايه يعني بهالسنه وقع هو الحين موقع وراح مع النصر شهر واحد خلاص واحد واحد مع النصر هو السنه اللي طافت انطرد من مانشستر ما انطرد الامر ما يهمني انا الحين اكلمك عمل السنه هذه هل من المنطق كريستيانو ما يكون متواجد وميسي يكون متواجد؟ كوتش هذا وانا عندي قناعه عندي يعني انا حتى واصل للفكره هذه ان منتخب الارجنتين من حقه كاس العالم صارت فوضى بالجوائز الفرديه يعني حتى جائزه ذا بيست القادمه مرشحه لها ميسي ليش؟ غير مفهوم
ست اشهر ما اربع اشهر مريح بالسنه مرشح للجائزه. ليش؟ زين على فكره فوضى بالجوائز ترى الاحصائيه هذه بعدم وجود كاس العالم ترى. اقول لك هذه عدم حتى ذا بيست القادمه عدم وجود كاس العالم مع ذلك مرشح ميسي. هل تقصد ان هذا الموضوع فيه تاثير؟ لا مو عن تاثير. الموضوع ان الموضوع خذ كاس عالم حطه عاد خذ كاس عالم عادي كذي صار. انا شفت قاعد يصير فوضى اللي قاعد نشوفه محمد هي ترى يعني مو معقول. انا الحين انا مو معقوله مو معقوله اني قاعد اكافئ لاعب على جائزه حققها قبل سنه. انزين على لقب حق بس ما علشان ارى سوري على الكلام انت تعرف تعرف تجاوب محمد بس عشان المشاهد لا يزعل منك باللي انت قلته قبل. لا ليش يزعل؟ انا عادي اقول لا مكانه تقول لا غلط اللي انت قلته. لا مو بس غلط غلط اللي انت قلته انه عشان حقق يبحط حطه. اي هذا اللي قاعد اشوفه. لا يعني مو اجتماع مو اجتماع سكرتاريه لحظه بس انا بقول لك شيء انا بقول لك شيء الكوت الكوت المقصد من الكلام بان ما زال خلصنا من بس خلص. هل محمد يقول بان الارجنتين من حققت كاس العالم المجاملات ما زالت مستمره على ميسي؟ هذا اللي يقصده بس بطريقه ثانيه قالها واكيد هو ما يقصدها صح. لا فوضى فعلا فوضى فوضى فوضى. لا اكيد لا لا شوف السنه اللي ميسي حقق فيها كاس العالم زين كل تقريبا الامر واقعي تقريباً. 2023 ما في كاس عالم ها 2023 مرت السنه من غير كاس العالم لا وميسي حقق والبس البس لا عبد الله ليش حاصل المركز الثالث شلون يدش بالتوب 3 يلا جاوبني على الواقعيه الحين. انا بالنسبه لي كواقعيه إيه؟ هي كبرها لما اشوفها انا اشوفها غلط اليوم لما انا اتكلم عنها بوجهها شوف عشان لا يصير الموضوع كانه تفلسف او كانه واحد شلون انا بوجهه نظري ان 90 الى 95% من نقاد العالم ما يفهمون كره القدم صح بوجهه نظري انا لان ما يصير لما تيجي تبي تقيم وتقول افضل لاعب بالعالم يدش فيها هالاند ويدش فيها ليفاندوفسكي ويدش فيها ايا كان اللاعب هذا اولا هذا مفهوم غلط كره القدم. انت قاعد تنسف لاعب كرة القدم قاعد تخلق أرقام كرة القدم قاعد تخلق لاعبين لأنه ما يصير لاعب كرة القدم لما تيجي تعطي أفضل لاعب كرة قدم المفروض يكون لاعب متكامل في كرة القدم لكن أفضل لذلك أنا وايد احترمت لما طلعوا جائزة أفضل هداف في العالم عط أفضل هداف في العالم اللاعب اللي قاعد يقول وايد لكن أفضل لاعب في كرة القدم في العالم ما يصير يكون هو هالاند ما يصير يكون هو ليفاندوفسكي ما يصير يكون هو علي دائي ما يصير لأن لاعب كرة القدم كلمة أشمل كلمة لما تيجي تقول لاعب كرة قدم كلمة وايد أشمل ممكن أعطيها أنا لوكا مودريتش لو يجي لوكا مودريتش يتنافس فيها أنا أحترم إنه يأخذها لوكا مودريتش أحترم يأخذها دي بروين تشافي إنيستا أيا كان من اللاعبين اللي كرياتيف اللاعب الفنان اللي صدق يكون اكزامبل بس مو معقوله لاعب اليوم حتى مهم الكوت الاهداف عشان كذي في جائزه افضل لاعب في العالم طبيعي الهدف اوكي انت توك سالت بساعه سالته قلت له بس هو يوم يا سيتي اخذ جائزه خذوا دوري ابطال اوروبا زين هو ويا دورتموند ليش ما اخذ جائزه دوري ابطال اوروبا او ليش ما اخذ دوري الماني هو هداف وكان هداف هناك فاليوم في منظومه وايد اهم من التهديف التهديف هي نقطه مهمه في 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 اللعب لكن في اشياء وايد اهم من الجول اللي قاعد يجي هداف مؤثر يعني نفس ميسي لما يكون هداف السنه هذا حاله خاصه لانه هداف مؤثر اي لا انا هذا حاله خاصه كلامك انه في هداف مؤثر اكيد كريستيانو نفس الشيء هداف وكان في لاعبين ممكن ينافسون على افضل هم هدافين على اساس لان مثلا اغويرو مثلا روماريو ابراهيموفيتش كمثال هذين عندهم شوي هنري غير في لاعبين شوي عندهم اشياء حتى يكونون فيها برا البوكس هداف العالم او 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 اقدر اقول كريستيانو رونالدو حصل لسنه 2023 على هداف العالم خلينا نشوف هذا التقرير إذا بتكلم عن مميزات كريستيانو بيك مرة ثانية عادل فيها كريستيانو رونالدو 2023 هو هداف هذه السنة برصيد 54 هدف طبعا متقاسمة بين المنتخب والنادي تعليقك تعليقي أنها كريستيانو رونالدو أسطورة تهديفية صراحة يعني كريستيانو رونالدو في أوروبا في يوفنتوس في مانشستر يونايتد في ريال مدريد في مانشستر بالفترة الأولى هو هداف ويصير هداف العالم مرات ويصير هداف اوروبا وياخذ الجولد بوت
فما بالك لما يروح الى اسيا يعني ويلعب في اسيا، مع احترامي للدوري السعودي وتقديري لحد الان ما وصل لمرحله عاليه من الثقل التكتيكي، ولكن كريستيانو يظل هداف اسطوري، هداف وين ما راح لقيمته الفنيه، وين ما راح لبصمته، لاعب مهما انا من ساعه قلتها في بدايه الحلقه، خلاص كريستيانو الحين استمتع فيه، استمتع باهدافه، استمتع باللقطات اللي قاعد يسويها مع الجمهور مع اللاعبين، استمتع. لا تدخلون بموضوع افضل ما افضل، خلاص انتهى الموضوع. هو اللي بيدش، لا عادي اليوم احنا لحظه شويه لا انا ترى اليوم ما قاعد اتكلم عن جزئيه شخص بتويتر ولا متصل قال وين كريستيانو ولا هو بنفسه علق على هذه معناته هو حاس بانه ظلم. لا مو ظلم، هو ما ظلم، شاف ميسي وشاف اوكي حاس بان الموضوع موضوع، ما هو موضوع مو بس غيرة، لا أكيد في شيء ثاني. لا مو غيرة، هو حق حق حق، بس أنا قاعد أتكلم عن كريستيانو وميسي الحين. يعني حتى لو تقول إنهم واحد راح أمريكا وواحد راح السعودية أو خلاص، يعني حتى الناس اللي تقول كله بالكريستيانو وميسي، كريستيانو ميسي 2010 ماخذ كرة ذهبية وكريستيانو هداف العالم، يعني هم اللي قاعد يفرضون نفسهم النقاش. جميل، يعني هم اللي قاعد يدخلون نفسهم إلى الآن. ناس ما خلصت للحين، ناس ما خلصت إلى الآن. إنزين أسمع رأي أبو عدنان فيها، حلو السؤال هذا أو حلو الكلام اللي قاله محمد، بأنه بعمر كريستيانو رونالدو بوجود الشباب مبابي وهالاند وغيره، كريستيانو نمبر 1 بالاهداف. شنو يعني هالشيء؟ اكيد اكيد، يعني كريستيانو رونالدو مهما صار ماكو حلقه اخيره لا ميسي ولا كريستيانو، ماكو حلقه اخيره. يعني انت شوف كريستيانو رونالدو من بدايته، اول ما راح الدوري الانجليزي كانوا اللاعبين يتعبدون يطقونه، يمكن هذا تصريح من هنري ولاعبين ارسنال يقول احنا يمكن لانه كان صغير في العمر في 2004 و2003 كنا نتعمد نضرب اللاعب حيث انه يخاف، لكن ما يخاف. كريستيانو من اللاعبين ما تاثروا بالضغوطات، يعني كنت قريت احصائيه بالاتحاد الانجليزي يقولنا 90% من اللاعبين يخافون من الضغط او ممكن ينهارون وما يكون نفس الكفاءه. كريستيانو استثناء صراحه على المستوى هذا. بالاضافه الحين لما نتكلم على كبر العمر، ترى في لاعبين مثلا لما يروح لك والله الدوري السعودي او الدوري القطري، بعض اللاعبين فيهم عنجهيه وفيهم غرور، نفس خامس رودريغز او حتى بنزيما في الوقت الحالي. انا اشوف ان بنزيما حاليا شايف نفسه متكبر، يعني لا عاجب المدرب ولا عاجبين المحترفين. في المقابل كريستيانو رونالدو ما اشتكى، ما قال والله انا ما عندي لاعبين نفس الجوده، ولا قال ان انا ما عندي مدرب يليق فيه. لا، كريستيانو مكمل، الشغف موجود، الأهداف موجودة، قاعد يدعي اللاعبين، قائد داخل أرضية الملعب. فهذا الفرق ما بين كريستيانو وما بين لاعبين ثانيين. ممكن اللاعبين الثانيين إذا اجتهدوا ممكن يوصل ليفل عالي، ولكن شوف التكبر اللي يصير لبعض اللاعبين بعد ما يتشبع في مسيرته أو لما يكون في آخر مسيرته. فهذه نقطة جدا مهمة على كريستيانو رونالدو، أنه على مستوى السلوك كلاعب صراحة يعني يعتبر مثال أعلى لجميع اللاعبين. ردا يعني على قولتهم نتغدى قبل لا يتعشون فينا، ردا على من يقول إلى متى وانتو تتكلمون عن كريستيانو، احنا نتكلم عن هداف 2023 مو كريستيانو، هداف 2023. وإذا بنتكلم عن ميسي احنا قاعد نتكلم عن من التوب 3، هذا الاتحاد اتحاد الدولي مو احنا، وماخذ الكرة الذهبية ميسي في 2023 اللي احنا قاعد نحط يعني عصرة السنة في هذه الحلقة. خلونا ناخذ الاتصالات. محي الدين حياك الله. الله يحييك اخوي وعسى سنة خير عليك وعلى الكباتن وعلينا اجمعين. يا هلا وسهلا، تفضل يا الغالي، قول نقطتك وجزئتك. عندي سؤال حق الكباتن، شنو اكثر فريق بدا موسم 2023 بشكل سيء وانهى بشكل جيد وعلى النقيض؟ جميل. فريق بدا الموسم بشكل ممتاز وانهى بشكل سيء وبس. شكرا يا محي الدين. الموسم ما خلص، السنه اللي طافت. حلو يا محي الدين، ناخذ حسن وبعدين نجاوب على اسئله. السلام عليكم، يعطيك العافيه كابتن عبد الله، وشكل عام وانتم بخير، واشكر الاستاذ والكابتن عادل على الاشاده واشادتك وسام. طبعا بخصوص تواجد ميسي بالجائزه، يعني انا اشوفها مهزله كرويا منطقيا، يعني الفيفا اوهم العالم ان السنه اللي طافت ان 7 مباريات اللاعب في كاس العالم افضل من موسم كامل اللاعب لما يقدم موسم كامل. الفيفا أوهم العالم سابقا أن الأهداف هو كان مصدر أساسي للفوز بالجوائز، والدليل فوز ميسي بجائزة الفيفا 2012. حاليا هذا المنطق مو موجود لأن ميسي مو ما قاعد يسجل أهداف. الشغلة الثانية، الفيفا يعني أوهم العالم أن لاعب مطرود من باريس، زين، وشكله كان مضحك لابس لبس رسمي بدون كرافتة، زين، ولعب في 2023 5 أشهر فقط تخيل، زين، وفوق هذا كان مضحك بالدوري الدور الفرنسي، ما حقق أرقام إلا بس بالأسس. وإذا احنا بنمشي بالأسست نفس ما قلت لكم حلقة طافت، جريزمان محقق أسست نفس ميسي ويلعب في دوري أقوى منه، زين، وفوق هذا كله ما يعني ما يتواجد. هذا الشيء مو منطقي يا جماعة. تخيلوا لاعب مو قادر ياخذ افضل لاعب في الدوري الفرنسي ولا الأمريكي. انت مو الدوري الفرنسي من أسوأ الدوريات
من دوريات الخمسة الكبرى، والدور الأرجنتين دور الأمريكي من أسوأ الدوريات في الأمريكا الشمالية. نعم. أنت مو قادر هناك تكون أفضل لاعب، وتبي تكون أفضل لاعب بالعالم أفضل، هذه ما فيها منطقية أخوي عبد الله. يعني حبيبي حسن، حسن نخليك على الخط، بس أنا فاهم جزئيتك، واليوم نقدر نتناقش وياك لأن الأمر يعني أنت دائما يمكن اخر حلقات كنت تتكلم عن هذه الجزئيه، ولكن بس كلامنا واضح. زين حسن، ابي اسمع رايك، ابي اسمع الجزء الثاني من الكلام اللي قاعد تقوله. تفضل تعليق كريستيانو على هذه الجزئيه. على شنو جزئيه؟ شو اسمه جزئيه انه مو داش من القائمه؟ اي نعم. والله انا اشوف لا، مفروض اذا شو من افضل يعني من افضل 10، ولكن ما رشحه من اول خمسه. انا ما رشحه من اول خمسه، بس مفروض يكون من العشره، يعني كونك هداف العالم يعني على الاقل منطقيا. الفيفا انت لما تحطون شيء حق ميسي 2012 مشي المنطق مالك، ما يصير اذا ميسي مثلا ما يكون معني في الموضوع تشيلون الـ تشيلون شو اسمه الشغله هذه. وبس انا اخر شغله عندي اخوي عبد الله، بس ايش رايك لما انا اشكل ضغط عليكم حلقتين وخليتكم تفتحون محور بهذا الجزئيه الجائزه؟ وشكرا بحياتك حبيبي ابو علي، حبيبي ابو علي، بدون ما تشكل ضغط، يعني انت رجل تفهم كرويا، وبالعكس نقاشاتك جميلة ورائعة وتثري المشاهد، شكرا لك. عبد العزيز الخالدي من السعودية، حياك الله. الله يحييكم. مرحبا. يا هلا وسهلا، لا ترد على المتصلين هم يردون. تفضل يا الخالدي. سؤال، هل تتوقع الله يحييك، هل تتوقعون الفيفا يضع جائزة أفضل لاعب على مر العصور؟ وأتمنى من كل الكباتن يضعون لاعب. شكرا لكم. شكرا يا الخالدي، شكرا جزيلا. طيب، ثلاث اتصالات خذيناها. الاتصال الأول على نفس المحور اللي قاعد نتكلم، نفس السياق اللي احنا قاعد نتكلم فيه، سألكم سؤال، من هو اللي بلش 2023، عادل بي وياك لاني قاعد طالك، من هو اللي بلش 2023 بشكل جميل وانهى بالمغاير بشكل سيء؟ اللي بلش زين وينهي سيء. ومنو العكس، منو اللي بلش بشكل سيء وانهى بشكل جيد؟ ليفربول بلش بسلسلة خسارات في يناير الماضي، وطلع من التوب فور لأول مرة من خلال في فترة يورغن كلوب. صح. والآن متصدر الدوري في نهاية في آخر يوم في. جميل. والعكس. في 2023. العكس. مو إجبار على السؤال، بس اللي عنده في باله وجهة. لا أنا أشوف الأرسنال. مانشستر يونايتد يمكن أكثر من الأرسنال، لأن مانشستر السنة الماضية عطى بوادر إنه بياخذ الخطوة الأعلى. مانشستر كأنه أرسنال قبل سنتين. نعم. الموسم الماضي. كأنه أرسنال قبل سنتين، فأرسنال السنة الماضية أخذ الخطوة الأعلى. نعم. فالمتوقع أن هالسنة أو يعني منطقيا أن مانشستر يأخذ الخطوة الأعلى هذا الموسم، إلا أنه يعني في ظروف كثيرة ما سمحت لهم، فالحين يعني هم المركز الثامن أتوقع أو السابع، مركز ما يليق فيهم. نعم. أتوقع أن مانشستر أفضل من كثير. مالك عندك؟ أنا بالنسبة لي برشلونة، يعني برشلونة يمكن في أول خمس شهور أخذ صح. الدوري الأسباني صح. ولكن حاليا اللي قاعد يصير في الموسم هذا بصراحة على صعيد الدوري هو هبوط في المستوى صح. يمكن أيضا من العكس ريال مدريد، ريال مدريد يمكن أيضا عانى يمكن على بداية السنة، ولكن الآن هو متصدر. جيرونا يمكن طفرة بعد، فهذا يمكن من الأمثلة. الكوت عندك شيء ثاني؟ أنا عندي الأرسنال. الأرسنال في هذه الفترة أعتقد من الموسم كان متصدر، وكان قريب جدا يأخذ الدوري وخسره. بدأ الموسم كذلك بكيرف تصاعدي، والآن بدأ بالكيرف. الأرسنال من الفرق اللي يمكن بس يقرب إنه يفكر بالدوري. تختلط الأوراق. لا لا أنا أتفق مع مالك. مع مالك. بخصوص برشلونة وريال مدريد. طيب. شكرا على الاتصالات. في عشان اخلص موضوع الاتصالات، في سؤال ثاني كان حسن، ولا منو اللي سال؟ افضل لاعب على مر العصور. افضل لاعب على مر العصور خالص. لو صارت هذه الجائزه تسلم لمن؟ خالصه ميسي الكوت. ما يحتاج عند كل العالم، مو عند الكوت، حتى عند محمد وحتى عند مالك وحتى عند. طيب نطلع فاصل عيال دام ان الكوت جاوب على خلونا فاصل. رجعنا وياكم بعد الفاصل. شيء مهم جدا للمشاهد قبل انتقل حق الجزئيه الجديده والتغيير الجديد، لان في ناس ممكن انها تزعل، انتم شلون في البرنامج اربعتكم تجزمون على ان اسطوره كره القدم من نشاتها الى الان فهو ميسي؟ هذا قاله عزيز بشكل مضحك، قال انا اتوقع الكل يقول هذا الشيء. هل انتم بس علشان قدام المشاهد؟ لا، اطلع انا بصوره
مو حلوه بان تمثلنا شنو تبي انت ميسي؟ لا انا ما ابي شيء انا ابي رايكم علشان نكون واضحين لان هذه جزئيه للناس يعني بالنسبه لنا احنا يمكن نضحك ونتغشمر صح بس في ناس وايد تاخذها جد فانا احترم راي الناس. تفضل محمد سهيل أسطورة كرة القدم مر العصور صعب مر العصور افضل لاعب انا شفته ميسي على مر العصور صعب اختار مشكور فميسي يعني تقصد لا ما اقدر اقول على مر العصور كرة قدم تاريخ كبير لا تطبطبها لا تطبطبها كلامي واضح كلامي واضح بس يعني ما اقدر اقول على مر العصور هذه النقطة على مر حياتي اذا في جائزة على مر العصور على مر اعطيها ميسي بس مو على مر العصور عادل انا ميسي دونا مارادونا وميسي مع هذا ترى كان عينين براس عينين قبل عينين براس كان مانشيت ميسي دونا اثنيناتهم عندي انا قلتها قلتها كثير من المرات اثنينات اثنيناتهم نفس الموهبه ايه؟ كل واحد طوع موهبته تتناسب مع جيله مالك اتفق مع عادل عادل اشوف رايه جدا منطقي وايضا في جزئيه على محمد سهيل لازم اذا اختار الافضل بالعصور لازم على الاقل اراجع العصور انا ما شفت مباريات في السابق طيب ننتقل لجزئية أخرى من الأخبار الخاصة اللي تناقلتها وسائل الميديا الخاصة في عالم كرة القدم والرياضة بشكل خاص بأن بين مؤيد ومعارض خصوصا لمحبين ومن هم يشجعون ريال مدريد في ناس مع وجود أنشيلوتي والعقلية اللي قاعد يقوم فيها أنشيلوتي وفي ناس ضد استمرارية أنشيلوتي لكن الخبر واضح وصريح أنشيلوتي مع مدريد إلى عام 2026 بعد ما شفنا هذا تقرير خاص بأجمل أهداف اللي حصلت مع ريال مدريد طبعا ولكن المحور الأساسي هو تجديد عقد أنشيلوتي لعام 2026 قبل لا أبتدي في موضوع أنشيلوتي ومدريد أنا مالك أبي أسألك سؤال عام عن ما يميز هذا المدرب أنشيلوتي بشكل عام والله مدرب يعني وين ما تحطه قادر أنه يحتوي الأمور مدرب هادي مدرب يعرف يستخرج أفضل ما في اللاعبين يمكن بعد مسيرة مورينيو في ريال مدريد كان في حالة من الزعزعة في ريال مدريد على مستوى اللاعبين على مستوى الإشاعات فهو قدر يحتوي الموضوع قدر يخليهم يحققون دوري أبطال أوروبا يمكن كانت هي عقدة بالنسبة للمدريد 10 سنوات يعني نادي ريال مدريد بالذات إذا يغيب سنة سنتين عن بطولات تحس إنه يعني في مشكلة كبيرة وما يكون في استقرار ولكن هذا من المدربين اللي قادر يحتوي قليل إن تكون عنده مشاكل بعض المدربين لما يغادرون يمكن انقطع الود ما بين وما بين ملاك الأندية أو رؤساء الأندية ولكن هو في كل مكان يمكن ترك أثر طيب إلا في إيفرتون يمكن بينه وبينهم قضية ولكن جميع الأندية ما عندهم مشاكل معه طيب في مشكلة كبيرة حصلت مع مدريد بوجود أنشيلوتي من المشاكل الكبيرة اللي قاعد تذكرها بصراحة يعني ما صارت مشاكل كبيرة يمكن ما بينه وبين اللاعبين أو بينه وبين ملاك الأندية أو حتى الرؤساء يعني في كل مرة يكون متواجد فيها في ريال مدريد بالعكس تكون في حالة هدوء وأكبر دليل إن التجديد ترى ريال مدريد من الأندية اللي صعب نسمع خبر تجديد نعم. يمكن نسمع خبر تعاقد مع مدرب ولكن خبر تجديد ترى هذا من النوادي اللي تصير حتى على مستوى اللاعبين اللاعبين التجديد يكون سنة بسنة نعم. ريال مدريد يمكن مو من الأندية اللي يعطيك عقد على المدى الطويل نفس تشيلسي نعم أبو سهيل هل كان خبر مفاجئ بالنسبة لك وللمدريدية بالنسبة كبيرة من المدريدية نعم كان خبر مفاجئ قياسا على ما حدث الفريق في الموسم الماضي الكل توقع أن أنشيلوتي حتى تفاجأ من استمراره في هذا الموسم وكل توقع أن سياسة بيريز بشكل عام أنه ما يعطي العقد الثلاث سنوات هذه يمكن بالسنوات الماضية المدربين كلهم ما في ولا مدرب خذ عقد ثلاث سنوات أو سنتين باستثناء مورينيو اللي جدد في شهر 12/1 وطلع في شهر 6 سياسة بشكل عام هي ما كانت موجودة في ريال مدريد لذلك حصل استغراب عند المدريدية ولكن هل هذا التجديد هو مستحق؟ نعم مستحق 100% بالنسبة لي أنا هذه وجهة نظري أن هذا المدرب يعني قلة من المدربين هم اللي حققون الإنجازات في مرحلة انتقالية يعني أنا أقول لك المرحلة انتقالية مرحلة انتهاء جيل وظهور جيل جديد خصوصا إذا كان الجيل السابق هو جيل محقق ألقاب كثيرة محقق دوري أبطال أوروبا كثير فما بالك أنا أجي في هذا الجيل الجديد وحقق كذلك دوري أبطال أوروبا واستمر في تحقيق الألقاب ف ذلك هذا اللاعب كل هذا المدرب كل لاعب حضر معه ظهر في افضل مستوياته اذا ما كان هو افضل لاعب من افضل اللاعبين في اوروبا هو يكون من الاميز في اوروبا على اقل تقدير في مركزه اضيف على هذا الشيء ان انشيلوتي اعطى يعني خلى اداره ريال مدريد تعمل في بيئه صالحه للعمل بمعنى ان وجود انشيلوتي
في الفترة الانتقالية مع تحقيق النجاح الرياضي خلى ريال مدريد يعمل بأريحية بخصوص الملعب، بخصوص الأمور الاقتصادية، بخصوص الاقتصاد في عملية انتدابات اللاعبين. وأيضا يعني المدرب لما أنشيلوتي لما حصل عنده ظرف يتعامل في ذكاء مع الظرف. يعني الحين هو حاس انه ما عنده الادوات اللي هي مثلا تخليه يستمر على نفس السيستم الماضي، راح غير، عنده لاعب ممتاز، لاعب سوبر ستار بيلينغهام، غير على طول، فصارت عنده مرونه. بعض المدربين يقول لك انا لا هذا سيستمي، هذا اللاعب ما نجح انا ما بمشي اللاعب هذا، لا بس أنشيلوتي فيه مرونه في التعامل، فهذه من اسباب نجاحه هو مع ريال مدريد. انا بالنسبه لي أنشيلوتي من اكثر المدربين اللي انظلموا من جماهير ريال مدريد. حقق العاشره قالوا فريق جاهز يا مورينيو، حقق البطوله دوري ابطال اوروبا الموسم قبل الماضي قالوا اللاعبين اللي جابها. زي ليش ما عاجبك أنشيلوتي؟ ما عنده هويه فنيه. اذا هو ما عنده هويه فنيه وقاعد يحقق دوري ابطال اوروبا اجل انديه ثانيه شنو عنده؟ اذا هو ما عنده هويه فنيه وقاعد يحقق دوري ابطال اوروبا قاعد يحقق الدوري وقاعد يجيب، يعني حتى هو طلع في مؤتمر ان اتهام من الصحف ان انت ما عندك سيستم واضح مثل كلوب مثل بيب جوارديولا، قال انا شخص متوازن، شنو تحتاج المباراة اعمل على هذا الشيء. هذا ستايله هو وماشي قاعد يحقق الالقاب، لكن تجي تقول انا ابي سيستم واحد مهما كانت حالة المباراة، هذا مو سياسته هو. فلذلك هو كمدرب انا في وجه نظري انظلم كثير من جماهير ريال مدريد بسبب انه ما قاعد يعطونا حقه، كلهم قاعد ينتظرون. الاهم محمد على اللي انت قاعد تقوله الان بانه راح يحصل دعم في سوق الانتقالات الشتوية. الدعم هذا اكيد في اتفاق بينهم وبيريز، هذه امور في يعني هذا بعد التجديد. عبد الله احنا مهما تعمقنا في حب النادي في اشياء احنا ما نعرفها، في اشياء يعني تجديد العقد، شو تجديد العقد هذا؟ ليش العالم عاشت فيه؟ ما طلع خبر النص، ما طلع خبر انه ممكن أنشيلوتي يستمر، ففي اشياء احنا ما ندري عنها، اكيد في اتفاق، اكيد في اتفاق انه مستحيل يعني انا بجدد معاك ل 2026 وما اوفر لك شيء، يعني هالمنطق، انا لما انت تفشل كذلك حتى انا راح افشل في تحقيق الالقاب، يعتبر فشل ينسب لي انا كبيريز، فطبيعي جدا انه في وفاق بين الاثنين على تجديد العقد. تجديد العقد مستحق؟ نعم مستحق 100% بالنسبه لي. طيب زين على نفس الموضوع في يعني هل وقت قاعد نسمع عادل بانه ردوا على نفس خبر موضوع الاهتمام بوجود مبابي في مدريد؟ لاحظت هذا الشيء في وسائل في الوسائل الاعلاميه ولا وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه في السوشيال ميديا؟ رايك بان الموضوع خلاص اصبح مهلك يعني؟ لا مو سالفه مستهلك، هو طبيعي من تجي فتره انتقالات لازم تطلع اشاعات. ليفربول حاليا عنده اصابه باك الظهير ايسر يحتاج قلب دفاع، تلقى اي لاعب ممكن ينتقل يربطونه فيه. مانشستر يونايتد محتاج مهاجم، راح تشوف مهاجم مرتبط مانشستر يونايتد. تشيلسي محتاج مهاجم، راح تحس انه تشوف الاخبار تروح وين اللاعب اللي ممكن يطلع يربطونه فيه. فما بالك لما يكون في تاريخ بين لاعب ونادي مثل مبابي ومدريد. الكل متوقع ان باريس ممكن يفك او يعني ما يجدد ولو انه في اخبار تجديد، ولكن انه ممكن هذا خلاص اخر 6 شهور وهو قادر على التوقيع، فاكيد راح يربط عن طريق الاشاعات والاعلام. خبر دقيق 100% ما في لحد الان، ما في اي خبر بخصوص مبابي. الشيء بالشيء يذكر، اذكر شفت وثائقي عن وكلاء الاعمال 90% منهم هم المتحكمون في وسائل صحيح. الاعلام 90% منهم يدفعون اموال مقابل انه يوجهون انه يحط خبر للاعبه انه يرفع من اسهم لاعبه ويجيس النبض ويشوف انه هل ممكن انه ممكن انا احط الخبر اليوم على اللاعب الفلاني في مانشستر يونايتد، ممكن مانشستر يونايتد يتواصل معي. صح، ف 90% من وكلاء الاعمال هم اللي يتحكمون في وسائل الاعلام. ممكن اعلق على أنشيلوتي ولا تبي تروح حق عبد العزيز؟ تفضل قول لي. على أنشيلوتي عندي يعني أنشيلوتي كهويه انا ما يستهويني كاسلوب، لكن هو من المدربين الناجحين مثل ما قال محمد، وهو يتكيف مع المباريات وهذا اسلوب، وكثير من المدربين نفس هذا الاسلوب. نعم. لكن اهميه تجديد أنشيلوتي بسيطه، هو الاستقرار. اليوم اذا بتجيب لاعبين تبي توقع مع لاعبين لازم يكون عندك مدرب. اللاعبين الحاليين لما يشوفون ان أنشيلوتي باقي له 6 شهور على عقده والنادي ما جدد، ممكن خلال الست شهور هذه يعني يصير في تهاون، لان خلاص السنه الجايه ممكن مدرب جديد. لكن اليوم لما توقع حتى لو تشيله بشهر 6، حتى لو بالصيف تشيله، الا ان هذا الامر يخلق نوع من الاستقرار وامر مهم في نادي نفس ريال مدريد. جميل جدا. من أنشيلوتي
على خبر تجديد عقده إلى عودة السيتي للانتصارات، وراح ابتدي فيها مع الكوت بعد التقرير. كما توقعنا ومثل ما ذكروا قبل فترة، السيتي مرض ولكن سوف يعود سريعا، واللي قاعد نشهده الآن الكوت. احنا قاعد نتكلم بعد بيب غوارديولا في المؤتمر الصحفي اللي ذكره بالجزئيات اللي يتكلم فيها، أيضا عودة دي بروين. السيتي الآن فارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، السيتي لقى أو رجع لمكانه المعتاد. لأن عبد الله السيتي أهم شيء ما كان عنده مشكلة في المستوى، كان عنده ممكن مشكلة في بعض المباريات يكون مو محظوظ، أخطاء بسيطة تكلف المباريات، لكن طول ما أنك أنت تقدم المستوى أنا ما كنت أشوف أنه في أي شك أن السيتي راح يرجع يفوز بعد مباراة مباراتين ثلاث راح يرجع السيتي، لأن الفورمة اللي قاعد يظهر فيها الفريق في كل المباريات هي فورمة عالية جدا، دائما موجود، دائما يصنع فرص وايد، دائما خطر على المرمى. بعض الغيابات أثرت، رودري، دي بروين، هالاند، آخر فترة صار في تغيير لبعض اللاعبين، هذا ممكن عطش يعني خلينا نقول بعض الأخطاء اللي صارت في السيتي، ولكن بشكل عام أنا أشوف السيتي ما عليه أي خوف أبدا، راح يكون منافس على كل البطولات وبقوة، وهو المرشح الأول لكل البطولات سواء دوري الأبطال أو دوري الإنجليزي. منو اللي عليه خوف في الدوري الإنجليزي؟ بالله بس في هالسنة ترى السيتي منافس العام طبعا، لا مو نفس قوة العام خصوصا على المستوى الدفاعي، يعني الموسم الماضي أنا أكيد أن غياب ستونز أثر على وضعية حتى رودري غاب فترة طويلة، لا أي أوكي، ولكن السيتي الآن أي فريق قادر أنه يهجم عليه مو نفس العام، العام السيتي يلعب 90 دقيقة يمكن يستقبل هجمة يمكن ما يستقبل. على تنبؤاتك خطأت فيها بداية الموسم، لا أنت الحين قاعد تكلم عن إصابة روبن دياز وستونز وتو رجع دي بروين وهالاند، أربع لاعبين ورودري، يعني رودري رجع، يعني اربع لاعبين يعني ثقل كبير لاي فريق ويؤثر على هويه الفريق بشكل كامل. اذا الامور رجعت انه والله هذا رجعوا والسيتي رجع اللي وضعه الطبيعي بدون اصابات، لا السيتي مرشح اول دائم لتحقيق الدوري ولا الافضليه على كل الفرق حتى وان تاخر على مستوى الترتيب النقطي، ولكن الظروف احيانا تغير الامور من امور كثيره، هذه الظروف الان قاعد يعيشها مانشستر سيتي، اذا استمرت معاه لنهايه الموسم لا السيتي وضعه يعني مخطور حتى على مستوى الاوروبي، لكن اذا تدارك اذا تعدل الوضع السيتي في عوده المصابين لا السيتي يبقى هو المرشح الاول حتى لتحقيق دوري ابطال اوروبا مو بس الدوري. مالك ارجع حق بدايه الحلقه يوم كنت تتمنى ان تاخذون الدوري قلت لي نسبه 40%، هذا هو السبب؟ والله هو اي وجود مانشستر سيتي طبعا دائما فريق مؤثر، يمكن حتى ارسنال لما تصدر فترات دائما كان تفكيرهم في مانشستر سيتي، ان مانشستر سيتي عنده القدره ان في اي لحظه ممكن يرجع ويحقق بطوله الدوري، وهو متمرس وقادر على الضغوطات، يمكن حتى نستذكر يمكن اللحظات الاخيره اللي اخذ فيها الدوري على حساب ليفربول لما استون فيلا تقدم 2-0، يعني كانت خلاص المباراه يمكن باقي 12 دقيقه، ولكن شوف التركيز الذهني اللي كان موجود طبعا، يعني كانت صراحه لحظه عظيمه بالنسبه لنادي مانشستر سيتي، فبالتالي هذا من الامور اللي تعطيني يعني اشوف ان هم لهم افضليه مهما صار، يعني حتى مورينيو قال لك انه 51% انا اشوف الدوري مانشستر سيتي. امس حتى مدرب شيفيلد صرح تصريح يقول انا المباراه اللي ضد مانشستر سيتي احس مدتها 6 ساعات بالفعل، لان انت تتعرض لاجهاد ذهني، تشوف ان الفريق مستحوذ على طول، ما تبي اي خطا في الدفاع، ما تبي الكره ممكن يسجل عليك، واذا سجل عليك راح يذبح المباراه، فبالتالي هذا اللي يخلي مانشستر سيتي له افضليه على غيره. زين افضليه على غيره، عادل قراءاتك تقول انت الان متصدر ولكن الفارق جدا بسيط، وعوده السيتي وعوده المصابين ووجود مصابين في ليفربول امثال صلاح. خلني ادافع عن وجهه نظري قلتها في بدايه الموسم، قلت اذا في فريق ينافس السيتي وهو ليفربول ما هو ارسنال. صح، مع كل تقديري واحترامي، ويمكن بالموسمين اللي طافوا كنت دائما اقول الارسنال بالطريق الصحيح، وللحين اقول الارسنال بالطريق الصحيح، لكن شنو الفرق بين الثلاث انديه؟ الطريق الصحيح لشنو؟ انه ينافس ويصل مراحل متقدمه، انه ممكن يصل لمرحله ينافس فيها السيتي، لكن الحين ما وصل هذه المرحله من وجهه نظري، وهذا بسبب بعض النقص. انا خليني اقارن بين الثلاث انديه علشان بشكل سريع، السيتي الارسنال في الملعب في مبارياته يمتلك كنترول على الكره، يتحكم بالكره وايد وبشكل مميز،
لكن ما يعني أرسنال إن ما عنده لاعبين وينرز بشكل أكبر، يعني اللاعبين يفوزونه يسجلون الأهداف، ولا عنده خبرة الفوز. والنقطة الأخيرة ما عنده حارس بمستوى إدرسن وأليسون، ما عنده حارس كبير. نعم. إذا رحنا عند ليفربول عنده الأشياء اللي موجودة بالأرسنال، عنده أكثر من لاعب ممكن يخلص للمباراة، عنده دياز، عنده نونيز بيومة مثل ما شفنا مباراة نيوكاسل بروحه يخلصها، صلاح عنده أوكي هذه من ناحية اللاعبين، حتى ترينت ألكساندر بروحه مباراة فولهام يابها، عنده لاعبين يخلصون مباراة، الأهداف تيجي من كل مكان. هذه واحد. اثنين، عنده الخبرة اللي موجودة عند أرسنال، عنده أليسون، فان دايك، صلاح، روبرتسون، ترينت ألكساندر، حتى تياغو، كلهم لاعبين أبطال حققوا عندهم خبرة. عنده عمق بالتشكيلة أكبر من الناحية الهجومية من أرسنال، لكن شنو يفتقده ليفربول؟ الكنترول، السيطرة على كرة على الكرة. السيتي يملك الثنتين، يملك اللي عند الأرسنال، يملك اللي عند ليفربول. عنده الخبرة، عنده العمق، عنده اللاعبين، الأهداف تي من أكثر من لاعب، عند التنوع باللعب على عكس أرسنال. أرسنال أسلوب واحد وكرات ثابتة، لكن السيتي عنده تنوع باللعب مثل ليفربول عنده تنوع باللعب، وفوق هذا عنده الخبرة باللاعبين الفائزين وعنده النسم الطويل. لذلك السيتي هو المرشح الأول، ودائما هذا الفريق اللي ممكن ينافسه ليفربول اذا الاصابات. تتفق تتفق ودي اصفق والله. افضل حلو. افضل تحليل شفته هالموسم الثلاثي منافس الدوري زين. والله العظيم جميل جدا, جدا تعقيبك على كلام عادل لانك انت متفق وياه 100%. زين أيوه. الكوت شنو السيناريو اللي لا يعني لازم يصير علشان السيتي ما ياخذ الدوري؟ شوف السيناريو اللي لازم يصير عشان السيتي ما ياخذ الدوري ان ليفربول ما يخسر لاعبين ال14 او ال13 اللي يعتمد عليهم، وهذا شيء وايد صعب لانه اوريدي الحين بيخسر له اثنين صلاح صلاح بالضبط على مستوى بطوله افريقيا. وليفربول ما عنده مجال انه يخسر لاعبين. ليفربول يعني مثل ما قاعد يقول عادل ان ما في مجال انك انت بليفربول تخسر لك السيتي في اخر بدون هالاند عادي يقدر يقول كل مباراه. السيتي بدون دي بروين يقدر يصنع كل مباراه. السيتي بدون رودري يقدر يمش بدون هذيل الثلاثه يقدر يعني يلعب. تقصد ظروف الاصابات هي اللي ممكن تخلي ليفربول ياخذ ينافس السيتي، مو ياخذ دوري لا ينافس السيتي انه يكون جاهز 100%. شنو الفرق بين ليفربول هالموسم والموسم اللي طاف؟ الإصابات. إيه؟ فأنت اليوم إذا تبي تنافس لازم تكون جاهز 100% أساس تقدر تواجه، مو تكون أفضل من السيتي. السيتي أفضل فريق الحين بالعالم. إذا تبي توصل له لازم تكون جاهز معه 100%. ممكن تجاري، لكن بأي طريقة ثانية بأي خسارة ثانية صعب جدا أنك تجاري السيتي. وما زال أتفق تماما حتى مع محمد، يمكن في بداية الموسم قالها وكنا نضحك لا أتفق أنا تماما مع محمد أن السيتي بعدها في مسافة مع منافسينا سواء الأرسنال. طيب حتى في شيء أكد كلام عزيزي ترى ليفربول ضد الفرق الكبيرة ما حقق ولا انتصار يمكن صح؟ صح. ضد السيتي، ضد أرسنال، ضد اليونايتد، ضد توتنهام ما حقق انتصار. حتى ضد تشيلسي بس ترى في ظروف معينة صارت في المباريات. اي بس هذا اللي اقول لك، انت اليوم اذا بتاخذ افضليه كبيره على هذه الانديه المنافسه لازم تغلبها. صح. وحتى لما تشوف مباريات ليفربول يعاني عشان يفوز. السيتي ما عنده هذه المعاناه اللي تحس معاها على ليفربول. على طاري المعاناه، بعد المعاناه تشيلسي يحقق الفوز. رجعنا وياكم بالدقائق الاخيره راح نتكلم فيها عن تشيلسي. محمد ابي ابتدي وياك موضوع تشيلسي، حتى واليوم احنا قاعد نتكلم عن انتصار تشيلسي، ولكن اللي شاف المباراه كان متقدم وكانت ممكن تروح عنا المباراه. يعني حتى مع احداث المباراه جماهير تشيلسي الان ما صارت عندها ثقه في الفريق او حتى في مشروع بوكيتينيو. يعني اذا بتكلم ترى الفريق لاول مره يحقق انتصارين متتاليين في الدوري، يمكن من مباراه فولهام وبيرلي بعد 10-15 مباراة في الدوري أول مرة يحقق انتصارين متتاليين. لذلك أنت تشوف اليوم جمهور تشيلسي
مو فاهم شنو يبي الفريق، يعني يفوز يخسر العاشر، يخسر يفوز العاشر، يتعادل العاشر، تروح يروح كل العاشر، لا زال مستقر على نفس المركز. لا تشيلسي ايش يقول؟ يقول في قاعده اذا احنا في مباراه راح نطلع منها من العاشر ما راح نفوز. اذا الفوز ما يطلع له من العاشر. لا امر غريب، يعني الفريق الى الان مو معطي مؤشرات انه يعني مشروع مو مفهوم. وهذا الشيء اذا تاخر ان تشيلسي يصعد من العاشر ويدش في مراكز السابع والثامن والسادس والخامس، اذا تاخر هذا الشيء اعتقد انا انه كبدايه هي فشل. انا ما اقول انه اقاله، لكن فشل، لان انت على الصرف وعلى اللي عملته ومدرب بقيمه بوكوتينيو انت مفترض من لازم تشارك في بطوله اوروبيه في الموسم القادم. يعني ما ينفع تواجدك مركز العاشر، خصوصا ان انت خلينا نقول اوكي لاعبين جدد على الفريق، ولكن بالنهايه الفرق الثانيه كذلك نفس عملك. نعم. يعني الفرق الثانيه ما عاشت الاستقرار اللي هو السيتي. انا ما اقول تصير نفس السيتي، ولكن قدم شيء يعني خليك شيء مميز في الدوري. يعني مو معقول انا فريق كامل، فريق طول الموسم ما حقق انتصارين متتاليين على مستوى الدوري الا مره واحده او مرتين فقط، فهذا الشيء ما يعطي استقرار ولا يعطي اي ثقه ما بين الجماهير والنادي. مالك اختم وياك، انا كان ودي اسال سؤال يعني بس علشان اعطي حق لتشيلسي بتوضيح الصوره لتشيلسي. نهى السنه بانتصار، ولكن بالنهايه مثل ما قاعد يقول محمد، مثل ما كلنا متفقين بان تشيلسي يعني المفروض على اللي تم التوفير له من هذا الفريق صدمه لنا في النتائج اللي قاعد يقدمها. هو التوفير كان موجود، ولكن كان موجود بطريقه التكديس صراحه. انت قاعد تكدس لاعبين تشيلسي، ترى قاعد يلعب يعني مباراه 11 ضد 11 بالتدريبات، وايضا 6 ضد 6، فهذه يعني ما تصيب الانديه العاده تكون 11 ضد 11 وخلاص، ولكن من كثر عمق السكواد الفريق، وحتى بوتشيتينو قام يضيع بعض اللاعبين يعني ما يعرفهم، مثل سار ما عرف اسمه بالمؤتمر، مؤتمر صحفي على احد اللاعبين سار قال منو هاللاعب، بعدين استدرك وعدل الموضوع. فبالتالي مشكله كثره اللاعبين، ماكو خطه، ماكو استراتيجيه، انت اليوم قاعد تغير كذا مدرب بافكار مختلفه بطرق مختلفه، فعلى الاقل انت مفروض على الاقل تبني اللاعبين اللي ترتيبهم على افكار المدرب نفسه. نعم. وبالتالي تظهر بشكل افضل. طيب انا وصلت الختام، في احد بيعقب بس هالثواني الاخيره؟ تفضل. على احنا تكلمنا من فتره يمكن من 4-5 سنوات دائما يصير في هذا الكلام يعني جدل، المدرب لازم ياخذ وقته. ما في يا جماعه خلاص الكره تطورت الى مرحله انك ما تقدر تشتري 5 لاعبين زينين، خاصه بالدوري الانجليزي يعني. خصوصا بالدوري الانجليزي ما تقدر تشتري 5-7 لاعبين زينين وتفوز ببطوله. لازم المدرب هو اللي يكون اساس المشروع، اساس رياضي مرتكز على افكار المدرب وطريقه المدرب او المدير الرياضي. فاليوم تشيلسي مثال، مانشستر يونايتد مثال اخر. نعم. اليوم ما تقدر تشتري لاعبين وتتوقع انه خلاص منافس. فانا من وجهه نظري ان انا كنت متوقع ان تشيلسي ما يكونون زينين. اذا صار العكس هذا المفاجاه بالنسبه لي، اللي صاير في توتنهام هذا عكس الواقع. نعم. شكرا لكم، يعطيكم الصحه والعافيه. شكرا مالك، شكرا عادل، شكرا عزيز، وشكرا محمد. كنا وياكم من سنه 2023 الى سنه 2024. هذا قلبة الساعه، طولنا وايد. 25 ان شاء الله رب العالمين كتب لنا التوفيق في هذه الحلقه. نشوفكم ان شاء الله بحلقه باكر الاثنين. تصبحون على الف خير.